السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في التتمة ديال الدورة التكوينية ديالنا للعنوان ديال الاستعداد لمباراة وزارة التسييس والنقل واللوجيستيك والمقدمة من طرف مكتب دراسات إيكوتيك إنجينيوري، وقبل ما ندخلو في هذا الفيديو اللي هو عبارة على تصحيح ديال الكونكور ديال سنة 2012 بور لي تيكنيسيان وليكزارسيس ديال لا ميكانيك دو سول، لي زانسكريبسيون راه مازال مفتوحين بالنسبة للناس اللي باغيين يديروا دورة تكوينية في مجال الطرق، يعني اللي فيها لي زيتود جيو تكنيك دو ا زد، لي ترافو دو شونتيي، لا دوكيمونطاسيون دو سويفي دي ترافو، لي زيتود روتيير دو ا ا زد. دونك لي بغا لانسكريبسيون راه غنخلي لكم الرقم ديال الواتساب هنا. دونك على بركة الله هذا اكزرسيس ساهل، خاصو فقط شوية ديال التركيز. Donc un échantillon de sol saturé, ركزوا على saturé. أول حاجة saturé يعني ملي كنهضروا على saturé c'est-à-dire le volume de l'eau est égal le volume de vie. عفاكم راه كنلاحظ بزاف ديال الأخطاء، كاين بزاف الناس كيجيو راه لاحظت حتى في دي فورماسيون تما في يوتيوب، دونك عاودكم تولوا تردوا البال المعلومات اللي كيتبارطاجيو كي يجيو كياخدو ديريكتومون لو فوليم دو لو إلوك إتيكال لو فوليم دي فيد. نو مصحيحاش، إلا لكان لو سول ساتوري يعني ساتوراسيون إتيكال أن، ديك الساعة كيولي لو فوليم ديال لي فيد كامل عامر بالماء. هادشي اللي كتعني ساتوراسيون، يعني لي فيد كاملين ديال السول عامرين بالماء. أما نورمالمون لو فوليم دو فيد كيساوي لو فوليم دو لاغ في أ بليس في دبليو جات من واتر، يعني الماء فوليم دو لو. داكوغ، لا ماس هي اللي تنيغليجيوها، لا ماس تنيغليجيو لا ماس. علاش تنيغليجيوها؟ لان لا ماس فوليميك ديال لير هي ان غرام بار سنتيمتر، هي ان كيلوغرام بار متر كيب، دونك اللي هي صغيرة بزاف بارابور الماس فوليميك ديال لو اللي هي 1000 كيلوغرام بار متر. دونك فوالا، هذه هي الحاجه الوحيده اللي خاصكم تعرفوها. دونك هنايا دونك فوالا، دونك هنا بينا ان لو فوليم دو فيد ايتيغال لو فوليم دو لو، سيتادير ان كاع لي فيد راه عامرين بالماء، دونك لو سول اي ساتوري. دونك هاد لو سول ساتوري كيعطينا 1500 غرام، دونك فيه 1500 غرام. ابري باساج ا لي تيوف، دونك ملي كنجيبو ان ايشونتيون دو سول نورمالمون في لابوراتوار كندوزو في لي تيوف اللي هو واحد الفران، بيان سور لي لا تمبيراتور ديالو ما كتكونش كبيره بزاف دونك مقارنه بالفور. دونك لي تيوف نورمالمون كنطلعو درجه الحراره حتى 105 باش يطير الماء، داكوغ، فاوتوماتيكمون كتنقص لا ماس ديالو. بالنسبة لهاد ليشونتيون ديالنا لا ماس ولات 1 كيلوغرام اللي هي 1000 غرام، وعطاونا لي غران سوليد زون اي ماس فوليميك اللي هي 2.6 غرام بار سنتيمتر كي. دونك وقال لنا كالكولي لا ماس فوليميك دي غران سوليد. حنايا عندنا غو، غو دي غران سوليد، غو هي لاماس فوليميك، إتيغال لاماس دي غران سوليد سور لو فوليم دي غران سوليد، تكافئ إكيفالون كو لو فوليم دي غران سوليد إتيغال لاماس دي غران سوليد سور غو دي سوليد. ابليكاسيون نيميريك، عندنا لا ماس هي 1000 لان المطار كانت 1500 طار الماء بقات 1000، دونك 1000 مقسومه على 2.6 غادي تعطينا سنتيمتر كوب. دونك ندير واحد لابليكاسيون نيميريك زربا، دونك 1000 نضرب لا ماس اللي هي 1000 مقسومه على 2.6 دونك غادي تعطينا تقريبا 384.5
62 سنتيمتر كوب. فوالا سنتيمتر كوب. بيان سيغ لو تتحولوها للمتر كوب كتضربوها في 10 أس ناقص 4، هذا 10 أس ناقص 6، لأن علاش عندي مسألة سنتيم لو بغينا نحولوه للمتر تنضربوه في 10 أس ناقص جوج، دونك كاري 10 أس ناقص 4، متر كوب 10 أس ناقص 6، دونك تضربيه في 10 أس ناقص 6 باش تحولوه للمتر كوب. دونك ندوزو دابا السؤال الثاني، نتوما عبروا عليهم بالسنتيمتر كوب وبالمتر كوب، ما خسرتو حتى شي حاجه. ندوزو السؤال الثاني اللي هو كيقول لنا كالكولي لو فوليوم دي فيد، حسب لنا لي فوليوم دو فيد. دونك لي فوليوم دو فيد في ان سول، دائما لو فوليوم دي فيد في ان سول، لو فوليوم دي فيد شنو كيساوي لو فوليوم دو فيد؟ كيساوي لو فوليوم دو لو. علاش؟ لان لو سول اي ساتوري، لو سول اي ساتوري، دونك هادي بينا عليها لو فوليوم دو فيد ايتيغال لو فوليوم ديال لو. دونك دابا كيفاش غادي نحسبوا هاد لي فوليوم دو فيد؟ دونك هنايا عندنا تاني لا ماس فوليميك دو لو، فوالا ايتيغال لا ماس دو لو سور لو فوليوم دو لو، اللي هو ايتيغال لو فوليوم دو فيد. دونك لو فوليوم دو لو ايتيغال لا ماس دو لو سور رو دو لو. لا ماس دو لو شناهي؟ هي كان عندنا 1500 داس في الفران بقات 1000، اذا شحال لا ماس دو لو؟ هي 500 غرام، لان علاش قلت لكم قبيله لي تي 105 كان نورمالمون الماء يتبخر في 100 دوغري سي، الماء كيتبخر في 100 درجه، حنا كنوصلوا ل 105 لان الماء مرات يكون عالق كعالقين في بعض المواد الى اخره، دونك فكنتاكدوا دونك 105 دوغري سي هادشي اللي تيكون في لابوراتوار. اذا فمن بعد عندنا 500 غتقسم على لا ماس فوليميك ديالو اللي هي 1 غرام بار سنتيمتر كيب، داكوغ؟ لا ماس فوليميك ديال الماء هي 1 غرام بار سنتيمتر كيب، هي 1000 كيلوغرام بار متر كيب، يعني سهلة، غادي تحول 1 من الغرام للكيلوغرام غضرب في 10 أس ناقص 3، والسنتيمتر كيب غادي تحولو للمتر كيب غتقسم على 10 أس ناقص 6، يعني هذاك الواحد غيضرب في 10 أس 3 وغيولي 1000 كيلوغرام بار متر كيب. حنا نخلو بالسنتيمتر كيب، دونك 500 مقسومة على 1 دونك غادي تعطينا 500. لو فوليوم دو فيد هو 500 سنتيمتر كيب. نفس الطريقة إلا بغينا نحولوه للمتر كيب غنضربوه في 10 أس ناقص 6. فوليوم دو لو بليس فوليوم دو لو بليس غران سوليد، دونك إلا بغيتو أصلا تبرهنو على تحسبها ديريكتومون، لأنك حسبتي الفوليوم دو لو عندك الفوليوم دو لو عندك الفوليوم دي غران سوليد، وكاين نعبرو عليها بدلالة لانديس دو فيد. كي كدير؟ دير أسيدي الفوليوم دو لو قسمو على الفوليوم دي غران سوليد، قسم كلشي على الفوليوم دي غران سوليد، هاد التحتانية نتا هما الفوليوم دو لو على الفوليوم دي غران سوليد، سمحوا لي الكتابة، زائد الفوليوم دي غران سوليد على الفوليوم دي غران سوليد. دونك شنو غتعطيك؟ هاد فوليوم دو لو على الفوليوم دي غران سوليد، فاش فكر بعدكم؟ هذا هو لانديس دو فيد، إذا غتولي لانديس دو فيد على لانديس دو فيد زائد واحد. غتعطيكم نفس النتيجة هادي، غتعطيكم نفس النتيجة ديال هادي، فوالا. دونك ان ايتيغال لانديس دو فيد على واحد بلوس لانديس دو فيد، فوالا تساوي حتى الفوليم دي فيد على الفوليم توتال، فوالا. دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.